والشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج بالالتقاء. لا يعرف الاشتياق إلا العشاق، من سكن باللقاء فما هو عاشق عند أرباب الحقائق. قام بثيابه الحريق كيف يسكن؟ وهل مثل هذا يتمكن؟ للنار التهاب وملكة، فلا بد من الحركة، والحركة قلق. فمن سكن ما عشق. Thank you.
للنار التهاب وملكة، فلا بد من الحركة. والحركة قلق. فمن سكن ما عشق.